على طريق الاصلاحات في المؤسسات الحكوميه والقضاء على الفساد في مفاصل الدوله المهمه لا سيما في مؤسسه اوكر ابرون بروم مجمع الصناعات العسكريه التي باتت تفقد شيئا من مصداقيتها عين الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي مديرا تنفيذيا جديدا عن الاصلاحات في مؤسسه اوكر ابرون بروم في التقرير التالي خلال مؤتمره الصحفي الأول أعلن يوري هوسيف المدير الجديد لأوكر أوبوروم بروم أن المؤسسة ستغلق في عام 2021 وأوضح أن ستة مجمعات جديدة ستحل محلها وستعمل وفقا لمبادئ حوكمة الشركات. من المقترح تأسيس مجمع باسم أنظمة الدفاع الأوكرانية. يشمل مجمعات صيانه الطائرات والمركبات المدرعه والانظمه عاليه الدقه واجهزه الرادار. كما نخطط ايضا لانشاء مجمع الصناعات الفضائيه الذي يعهد له ببناء الطائرات وانظمه الملاحه الفضائيه. امر الرئيس فولاديمير زيلينسكي باصلاح المجمع الصناعي العسكري في البلاد ويرجع ذلك الى الاداره غير الفعاله لمئات الشركات التابعه لشركه اوكر اوبروم بروم وفضائح الفساد التي رافقت انشطتها. قبل أيام حولنا إلى سلطات إنفاذ القانون قضية تتعلق بالفساد الذي مارسته الإدارات السابقة في أوكر أبارون بروم حيث اتضح أنه في عهد الحكومة السابقة وعلى مدى خمس سنوات حولت شركة أوكر سبيتس إكسبورت التابعة لأبارون بروم قرابة 30 مليون دولار إلى حسابات خارجية لقاء خدمات قامت بها بموجب عقود مشكوك في أمرها حتى الان رفع اكثر من 600 دعوه جنائيه حول الانتهاكات التي ارتكبها المديرون السابقون للمؤسسه اضافه الى مديري الشركات الفرعيه التي عملت تحت اشرافها ولا تزال التحقيقات مستمره حيث قام جهاز امن الدوله امس باجراء عمليات تفتيش وبحث في مقرات اوكر سبيتس اكسبورت واوكر اوبرون بروم عمليات البحث جرت على اساس امر قضائي صدر عن محكمه شيفشنكو في كييف تتعلق بالعقود الاجنبيه المبرمه مع المؤسسه عمليات البحث جرت على أساس أمر قضائي صادر من محكمة شيفشينكوفسكي في كييف تتعلق بالعقود الأجنبية المبرمة مع المؤسسة كلا المؤسستين أوكر أبرون بروم وأوكر سبيتس إكسبورت تقدمان أقصى قدر من المساعدة لوكالات إنفاذ القانون وتوفران جميع المعلومات والوثائق ضمن الأمر القضائي خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي الأوكراني الذي سيعقد قريباً ستبحث خطة الإصلاحات في أوكر أوبرون بروم ويتوقع ظهور النتائج الاولى للاصلاحات خلال سته اشهر